مهنة الخيامية هي مهنة تركيب القماش على القماش وفن توزيع الألوان، وهي اللي بيستخدم فيها كله الإبرة والكستبان والمقص. كستبان اللي هو حامل للإبرة، بيحمي الصباع وفي نفس الوقت بيخلي الصناعي يشتغل بشكل أسرع. حرفة الخيامية مش مربحة في مصر، هي مربحة بره مصر، لأن بره مصر في تقدير كبير جدا للحرف اليدوية، لجميع الحرف اليدوية مش الخيامية بس. فبره مربحة جدا لأن بيقدروا قيمة العمل وقيمة إن في صنايعي قاعد 10 أو 12 ساعة قاعد بيشتغل في منتج واحد بس وفي قطعة واحدة بس عشان يطلعها. الاسعار ما بينهم اقل حاجه خالص اللي هي بتبقى المخده اللي هي الخدادية الصغيره بتبقى ب 50 جنيه، من 50 جنيه وانت طالع ممكن لحد 5000 جنيه. الاول كانت منحصره على اللي هو السرادك والحاجات اللي هي بتاعه العزاء اللي هي الطروق والاشكال اللي هي بتاعه البرمة والحاجات بتاعه الافراح والعزا وكده، ودلوقتي اتطورت بقت بتخش فيها كل حاجة. عادة قديمة بيستخدموها علشان الخامات بتاعته تقيلة، وفي نفس الوقت ان هو الشغل بتاعه يدوي فالخامة بتاعته بتبقى تقيلة فبيستحمل الجو الشمس والمطر والكلام ده كله. وطبعا هو على كذا شكل واشكاله كتيرة جدا مختلفة، وكل واحد بيعمل الشكل اللي هو عايزه او اللون اللي هو المطلوب بالنسبة له. منطقة الخيامية دي طبعا من قديم الأزل، يعني من آلاف السنين، وصنعة الخيام دي أصلها هنا من المنطقة هنا، محدش بيصنع الخيام ده إلا هي منطقة الخيامية، وبتتعمل من قماش الدك، بتتصنع في المحلة قماش دك بقى، بيبقى حاجات تقيلة على أساس تحمل التراب والمطر والعواصف.